إذن عن استمرار استخدام القوات الأمنية العنف ضد المدنيين في العراق والمطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية، ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني في وسط استخدمت القوات الأمنية العنف غير المبرر ضد أحد المتظاهرين الذين يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية وأيضا بتحسين وضعية التيار الكهربائي، لكن السؤال المطروح هنا، هل يجرم القانون حق إبداء الرأي في العراق؟ الحقيقة العراق يعاني من انهيار تام في منظومة القضاء والتحقيق والاعتقال، وهذا يعطي الحق يعني رغم اختلافنا مع الدستور، لكن الدستور يمنع كل هذه الأمور. لكن للأسف هذه القسوة اللي تستخدم من يعني من من أبناء يفترض هم أبناء جلدتهم ويعانون نفس المعاناة، تدل على أنه هذول الناس ما منتمين للعراق. يعني حين تلاحظ هذه القوات اللي تسمى مكافحة الشغب أو قوات أمنية أو ميليشيات بالقسوة اللي تمارسها مع المعتقل مع النشطاء والمتظاهرين واللي يطالبون بأبسط حقوق، يا سيدي الكريم، قد لا يعلم الكثير أن 85 مليار دولار قيمة ما أنفق على الكهرباء منذ عام 2003 حتى اليوم، وبشهادة خبير استراتيجي أكد بأنه هذا المبلغ يمكن بناء شبكتي توليد وتوزيع كهرباء لدولتين بحجم العراق. الفساد هو الذي يدفع هؤلاء، وعلى الحكومة العراقية أن تتذكر بأن انتفاضة تشرين والانتفاضات والتظاهرات بدأت شرارتها من البصرة بسبب الكهرباء وامتدت إلى بغداد والمحافظات. والآن حسب المعلومات والتواصل مع النشطاء، أهالي محافظة السماوة خرجوا وقطعوا الطريق بين السماوة والبصرة وبين السماوة والديوانية، لأنه درجة الحرارة اليوم في محافظة البصرة تصل إلى 60 درجة يعني بالشمس، وتحت الظل تصل إلى يعني بالظل تصل إلى 50 و52 درجة. هذا كله سبب الفساد المالي ونهب المال العام اللي نهبته الأحزاب والميليشيات الفاسدة، وعلى الشعب العراقي أن ينتفض ويقول كلمته في هذا الأمر. أستاذ علي، إذن يعني كيف يمكن تفسير ضرب القوات الأمنية المتظاهر بالهراوات وأيضا استخدموا معه الصواعق الكهربائية في قمع المتظاهر السلمي، خاصة نحن نتحدث هنا الحادثة التي وقعت في محافظة واسط، بماذا تفسر ذلك؟ يا سيدي، العراقيين الآن لا يجدون الكهرباء إلا من خلال الصعق بالتظاهرات وبالسجون، هذه حقيقة أصبحت معروفة بالعراق. الكهرباء معدومة في العراق، فقط تستخدم الآن لصحق المتظاهرين وصحق المعتقلين، وهذا ما يدعو للخزي والعار. هذا دليل على أن هذه الأجهزة الأمنية والجهات التي تقمع المتظاهرين لا تنتمي للعراق، لأنها لو كانت لديها ذرة انتماء للعراق لحست بمواطن يعني مشاكل المواطنين، وهم أنفسهم يعانون منها. بالضبط. يعني أستاذ علي، يعني موضوع الحديث عن ضرب وصاق المواطن في واسط بطبيعة الحال يجرنا للسؤال عن انتهاكات القوات الأمنية في العراق، لكن في هذا المفصل تحديدا، إلى أي مدى أن القوات الأمنية في العراق تلتزم بالقانون والمواثيق الدولية في التعامل مع المواطنين، خاصة وأنت تفضلت وقلت يعني هم نفسهم الأفراد في أفراد القوات الأمنية يعانون من تدهور الخدمات والكهرباء في العراق؟ لا تلتزم القوات الأمنية في العراق، يعني ليست لديها، لأنه منظومة هل تعلم يا سيدي الكريم أنه لا توجد محكمة للشرطة في العراق؟ يعني كانت من المحاكم الأساسية في العراق في القانون العراقي هي محكمة الشرطة اللي تابع انتهاكات الأجهزة الشرطية والأجهزة الأمنية ككل. الآن لا توجد هذه المحكمة، ثم أن هذه الأجهزة الأمنية وما تسمى بمكافحة الشغب وغيرها تنتمي إلى أحزاب وميليشيات، هي المسببة في قطع التيار الكهربائي، وهي التي نهبت أموال الكهرباء، ولذلك لا تريد للمواطن العراقي أن يعني يرفع صوته ضدهم. ولذلك هذه شاهد هذه القسوة الغير مبررة والمعيبة والمخزية
يعني من العار أن الإنسان العراقي لا يجد الكهرباء إلا ليصعق فيها في التظاهرات والسجون. أستاذ علي، الانتهاكات التي تقوم بها القوات الأمنية في العراق وأيضا تكرارها، هل هي ممنهجة، يعني هل هي ممنهجة أم تصرف فردي من قبل القوات الأمنية؟ إطلاقا هذا ما تقوم به الميليشيات والأحزاب وميليشياتها والأجهزة الأمنية والشرطة والجيش، هذا عمل ممنهج، لا يعني أنه تصرف فردي أو انفعالات. هم يرون أن كل من يعترض ضدهم بأنه هذا عدو لهم، وهذا هي الجريمة. أنا أقول يعني على العراقيين أن يستفادون من هذا الأمر فيما يسمى بالانتخابات، لأنه هذه الانتخابات مجرد المشاركة بها راح يعطي يعني الشرعية لتدوير نفس الوجوه الفاسدة التي تقتل العراقيين من خلال المال غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومن خلال الآن في محافظة البصرة توقفت محطات يعني محطات الكهرباء، هبطت صارت فيها حالة هبوط في الناصرية والبصرة، مضخات المياه تعمل على الطاقة الكهربائية الآن. لا مياه ولا كهرباء في محافظة البصرة، وهذه المحافظات يعني تعوم على بحار من النفط، واليوم سعر برميل النفط وصل إلى 74 دولار. أين تذهب هذه الأموال؟ طيب أستاذ علي، إذا كان انتهاكات القوات الأمنية ممنهجة كما تفضلتم في ذلك، هل يسأل عنها القيادات الأمنية فقط أم أن القيادة السياسية أيضا يمكن محاسبتها ومساءلتها؟ القيادات السياسية هي التي نصبت هذه الأجهزة الأمنية وهي التي تعطيها المشروعية، والقيادات السياسية نفسها متورطة في فساد ملف الكهرباء، كلها متورطة وكلها نهبت أموال، ولذلك يريدون قمع العراقيين وإسكات صوتهم في المطالبة بأبسط الحقوق. يا سيدي، الكهرباء هي أبسط الحقوق، دولة مثل العراق يفترض الكهرباء فيها مجانا بما يتمتع به العراق من ثروات، الآن الكهرباء غير موجودة، ويعاني الشعب العراقي والمواطن العراقي من أجور هائلة لدفعها للمولدات، والمولدات نفسها تديرها الأحزاب. من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.